تعامل حضرتك بيبقى ازاي والجهاز الاداري مع اختلاف النجوم داخل الفرقة؟ عندنا اكتر من نجم يتحط فوق الراس، عندنا نجوم برموز للكرة المصرية ونادي الزمالك، عندنا كباتن، بالتأكيد السيستم سيستم على الكل، ولكن بالنسبة لحضرتك اكيد بيبقى فيه طرق معينة للتعامل مع النجوم بالذات، ان هم بيدوا انطباع لبقيه الناشئين والاولاد اللي لسه طالعين للفريق الاول. هقول لك حاجه، النجوم نجوم بتواضعهم وهم فعلا متواضعين، يعني كابتن شيكابالا قمه في التواضع، عبد الله السعيد برضه قمه في التواضع، الولاد حقيقي مجموعه محترمه اللي موجوده حاليا سواء القدام او الجداد. فيش الحته بتاعت المناخير اللي فوق دي وبيبصوا. محترمه جدا جدا جدا، والتعامل معاهم سهل جدا، فيش اي مشكله، هم الغالبيه من المجموعه اللي موجوده يعرفوني واشتغلوا معايا قبل كده. طبعا شيكا من انت عارف انا عايز زمان. اقول لك كنت عايز اقول لك من زمان كان ليك كلام مع بعض لعيبه لما حضرتك رجعت مره تانية. حد كان ليه كلام شيكابالا، محمود قال لك علاء، ايه شيكابالا؟ شيفو، كلهم يعني، واوباما طبعا تاخرت علينا، قلت لهم يعني كل حاجه بوقتها الحمد لله. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، ارضيه الملعب وهي دي شق اداري، يعني من اختصاص الجهاز الاداري بنادي الزمالك انه يتكلم على ارضيه الملعب يقول الارضيه دي مش نافعه، ولا دي بتبقى حته مدير فني ولعيبه؟ هي فنيا فنيا الجهاز الفني وفنيا بيوصل للجهاز الاداري، بيوصل لنا، وكابتن عبد الواحد السيد طبعا فنان، هو كابتن فريق، كابتن زمالك فتره طويله ولعب على الملعب ده، ففعلا الملعب محتاج شغل جامد. كان سبب في اصابه بعض اللعيبه الفتره اللي فاتت؟ هنقول القدر هو سبب الاصابه. انا يعني بس برضه بيبقى في اسباب، يعني بيقولوا في ناس بيقولوا برضو ان الخيمه اللي اتعملت في وقت الانتخابات كانت مضره لابعد حدود، والنجيله ما عرفتش تقوم مره تانية، خصوصا ان احنا فصل الشتاء وده بيأثر على ارضيه الملعب. هو الموضوع مش موضوع خيمه، هو الموضوع موضوع ان صيانه ما بتتعملش اصلا في الملعب من تقريبا من ايام ما احنا كنا موجودين الفتره الاولانيه، من ايام الفتره احنا داخلين في تقريبا ثلاث سنين او بالظبط، يعني مقص النجيله وميه وشكرا وميه وخلاص. النجيله بتبقى محتاجه لا حاجات كتير يعني، ومحتاجه تتقلب ومحتاجه حاجات كتير جدا، وهو ده اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. احنا هنطلع 10 ايام تقريبا مشروع الهدف، مشروع الهدف والملعب في شركه هتيجي تشتغل فيه الفتره دي يعني.